هقول لك انا اللي شايف ده صح. اولا كل ما الاختيارات تبقى اكتر بالنسبه لي انا كمدرب ممكن هظلم، لازم حاجه على حد، ولو مش هظلم هلاقي وقت، واحد بياخد وقت قصير وواحد بياخد وقت طويل وكويس بياخد وقت قصير، ما هو العدد كبير، لما نختصر العدد لعدد اقل شويه فيعني مثلا لو احنا 10 كل واحد بياخد 5 دقائق، طب لو ال10 دول بقوا 5 فاللي بياخد 5 دقائق بقوا مع 10 دقائق. فهمت قصدك. فالوقت الجرعات التدريبيه والجرعات الفنيه هتبقى اعلى للعيبه ونسبه المشاركه في الماتشات. زي بالظبط التشبيه، لما بيبقى في جامعه فيها مثلا 100 طالب بتوفر لهم 10 دكاتره، غير لما يبقى 100 طالب وليهم 20 دكتور. بالظبط. فانت بتبقى له الجرعه التعليميه اعلى. انا بس عشان الساده المشاهدين تتخيل هي الخطوره الوحيده في العدد القليل ده الاصابات. وهنا برضو لازم اشكر كابتن حسن مدرب مخطط الاحمال اللي معايا في الفريق، لان هو بيشتغل مظبوط وعارف هو بيعمل ايه، والولاد هو بيخطط لهم الاحمال من اول السنه لاخرها معايا في كل التمارين. بتدي له وقته ومساحته طبعا طبعا. اصل انا مقتنع بالموضوع ده، انا مقتنع بالموضوع البدني، البدني اللي اشتغله كابتن حسن مع الفرقه يخليني اعرف انا اشتغل، وهو اللي وصلهم للماتش الفاينل مع سموحه واقفين عليهم. بالظبط. يعني هو اللي فرق معانا بدنيا فعلا. يعني احنا طبعًا لو ما كانش عندنا النفس الطويل وكنا ممكن ندخل في اكسترا تايم، كل ده يعني بدني. يعني هو ده. طب انت دايما يا محمد بيبقى اللعيب مستثقل دم تمرينه الفيتنس، يعني في لعيبه بتقول لك يا نهار ابيض ده احنا هنجري ده مش عارف ايه، انتوا كده ولا انتوا بتحبوا تمرينه الفيتنس؟ هو احنا يعني طبعا يعني مش اللي هو مش التمرين المفضله، بس احنا لما بندخل تمرينه الفيتنس بيكون عندنا بنشتغل، وبيكون عندنا اللي احنا عندنا هدف احنا عايزين نحققه يا جماعه، لازم نشتغل جامد. ف انت قلت الحقيقه، قلت ان هي مش افضل حاجه ما بنحبهاش. لا اصل دي معروفه على مستوى اللعيبه كلها، طول عمرنا تمرينه البدني بتبقى دمها تقيل. بس هم كانوا رجاله، كانوا بيحبوها. لا كانوا رجاله، كانوا بينزلوا التمرين مركزين وعايزين يعملوا حاجه. تعرف انا عرفت ان هم رجاله ازاي؟ لما سالتهم انت سحبت من التليفونات ولا لا؟ قالوا لي لا. قالوا لي لا كابتن اسلام اسحب، ده هو كان بيسهر معانا على التليفونات. اصل المشكله كمان لا انت انا بهزر طبعا. لا 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 انا سامعك، هم رجاله يعني، وانا حاسبهم انا سامع كل حاجه. الفكره كلها ان احنا كنا في رمضان وغصب عننا بنسهر عشان سحور، والفتره دي كان عيال قبل الامتحانات باسبوع 10 ايام، فكانوا بيذاكروا على الاجهزه بتاعتهم، فانا لو خدت الموبايلات هبقى معمل لهم مشكله. بس انا كنت متفق معاهم اتفاق رجاله، يعني يا جماعه هنذاكر وهننام وهنتمرن وهناكل وده. بصراحه المدرب المتفاهم رزق بصراحه، يعني لما تلاقي مدرب زي كده متفاهم وواثق في لعيبته بيبقى رزق. بس ساعات ببقى مثلا تعبان عايز اروح انام، اخش اوضه انام فاقول لعادل ايه خش انت بقى لف لفه كده على البتاع. عادل يا حبيبي، عادل عامل معاك ايه؟ بلاقي ان خلينا ننام هو كمان. واخد تليفونه كمان عادل، انت واخد تليفون عادل، انت سايب لي لعيبه واخد تليفون عشان عادل كده. لا عادل جميل جدا وعايز، عادل عايز يتعلم. اسيستنت كويس يعني، بيحب يتعلم وعايز يتعلم وعايز يشوف. انا بس عايز اقول حاجه بس في موضوع اما انت سالت اللعيبه كلها على مراكزكم في الملعب. فلسفه كوتش داني وانا برضو اقتنعت بيها، مفيش تقييد بالمركز. بمعنى يعني ياسين حامد من شويه كان بيقول لك انا بلعب باور فورورد وسنتر، والعدوي نفس الكلام، الاثنين بيلعبوا بلاي ميكر اصلا. محمد شريف ثلاثه اربعه خمسه وبيلعب بلاي ميكر. انا اصلا السيزون اللي فات لما كنت مع كابتن احمد اسماعيل كنت بلعب خمسايه، ما كنتش ولا شوتر جارد ولا يعني. السنه دي الوضع اتغير يا كابتن، يعني بيلعبوا اي حاجه. كابتن داني بس برافو. كابتن داني وكابتن اسلام خلوني العب ثلاثايه واثنينايه، وساعات كنت نادرا كنت بلعب خمسه يعني. بس كان ما شاء الله يعني كان ياسين حمد هو كان بس كويس. بس دي على فكره من اكتر الحاجات الكويسه اللي انتوا عملتوها. لا انا عايز بقى بمناسبه بقى الكلام ده، انا لازم اشكر واحيي كابتن احمد اسماعيل، لانه الجيل ده متاسس على ايده اكتر من سنتين او ثلاث سنين شغال معاهم، انديفيدوال وفاندمنتالز. بسبب التاسيس اللي هو عمله كويس ده انا عرفت اوظف كل واحد في اكثر من بوزيشن. يعني محمد شريف يلعب 1 2 3 4 5، العدوي برغم طوله ده بيلعب 1 2 3 4 5. رغم ان العدوي قال انا بلعب 5 وهو نسي بيلعب وينج. لا هو مش نسي، هو عشان طويل فبيلعب، لكن هو بيلعب هو بيطلع الاساسي بالمعنى. الاساسي بتاع زياد، بيلعب كل زياد بيلعب 1 2 و3. زياد ده يعني ما شاء الله، بس ده اول مره يعملوا مع جيل كده. كان كل الاجيال انت بتلعب كام؟ 5 بلعب 4 بلعب 3، انما الجيل ده انتوا. لا وبرده عايز برده عشان يعني ندي كل واحد حقه، في لعيبه
زي ما محمد شريف كان موجود والعدوي وياسين، في لعيبه كان ليها دور كبير جدا جدا في البطوله وكسبتنا البطولتين. يكونوا معانا طبعا عمر خالد، عمر مالك العطار، يحيى، يحيى لعيب مهم جدا في الفرقه، احمد خالد، لازم اقولهم كلهم طبعا، عمر فوزي، عمر وانيس، معاذ، مالك سيد، انا كده قلتهم كلهم تاني، هكون نسيت حد. بس عايز اقول لك احنا كان نفسنا يبقوا معانا، بس احنا للاسف ملتزمين بسيتنج بتاع الاستوديو. مش انا ما انا مقدر ده عارف، بس احنا هم وهيبقوا معانا ان شاء الله. بس هي اللعيبه دي يعني انا ميزه الفرقه دي ان ما فيهاش نجم. ال 14 لعيب اللي كانوا معايا كلهم لعبوا على مستوى الماتشات الرسميه على مستوى المنطقه والجمهوريه. في الكريتيكال في الاخر كان الموضوع يقتصر على 10 11 ماشي، بس يعتبر كتير، ولكن مفيش واحد ما لعبش. ماتشات تمهيدي الجمهوريه، كان في ماتشات تمهيدي الجمهوريه مثلا رحنا نلعب في دمنهور، وكان مش عايز انسى كمان ولدين متصاعدين معايا من 2011، ياسين طارق خيري وانس ايهاب الالفي. الاثنين لعيبه ما شاء الله بروميسنج، وياسين كمان بس. ياسين كمان كان ليه دور معايا في فاينل الجمهوريه في مكسب في مكسب سموحه، جاب 19 بوينت. ما شاء الله ما شاء الله، كان جاب 5 ثلاثات برضه مفاجاه كان ده بالظبط. لا اللي انت ما تاخدش بالك منه كمان يا محمد، هو جاب 19 بوينت بس هو كان بيدافع كويس قوي، وكان بيدافع على اللعيب المهم اللي في سموحه. في حته كده قالها ياسين ايمن معاك من شويه، موضوع ان احنا قبل كل مباراه كنا بنعمل اجتماع فيديو ميتنج، وبسبب الموضوع ده انا لازم اشكر كابتن كريم ضيف. كابتن كريم ضيف في الحته دي بالذات كان مركز قوي، كان قاعد معايا الاسبوع كله هناك، كل الماتشات بينزلها ويقطعها ويفرجني عليها، واقعد انا وهو الاول. مجهود كبير قوي، مجهود كبير. ايه انا عايز يعني اديله هو مكسب البطوله دي بصراحه. لا بصراحه هو رقم واحد في مكسب البطوله دي، الشغل اللي هو عمله. وكنا بنقعد مع بعض قبل ما بنقعد مع الفرقه وبنحفظ الفرقه، فلان بص ده بيعمل كذا بيعمل كذا، فيديو. خلي بالك كريم مهندس برضه دماغه لا، وحابب بقى الموضوع وحابب الفرقه دي، وطبعا هو اخويا الصغير وعشت عمره، فكان واقف في ظهري لازم اشكره ولازم احييه. خلينا نشوف بقى برضه محمد كمان. محمد يعني مين مسك الاعلام؟